word of the day، كلمة اليوم هي كلمة spigot. spigot معناها حنفية أو محبس. طب في كلمة تانية بتيجي بمعنى حنفية؟ أيوة، في كلمة tap. يبقى أنا عندي spigot وعندي tap. طيب النهاردة معنا كلمتين، كل كلمة منهم ليها معنى لوحدها، ولو اتحطوا هما الاثنين مع بعض هيبقى ليهم معنى ثالث مختلف تماما عن معنى كل واحدة لوحدها. أول كلمة هي كلمة couch، ودي معناها كنبة أو أريكة، الحاجة اللي بنقعد عليها وبنبقى مرتاحين أو مبسوطين في البيت. وتاني كلمة وهي كلمة potato، ودي معناها بطاطس، البطاطس اللي بناكله عادي. لما يتحطوا مع بعض يبقى اسمهم couch potato، ودي تبقى معناها بطة بلدي. بطة بلدي زي كده بالظبط، وانت قاعد في البيت من ساعة الحظر ما بدأ. منشن للبطة البلدي اللي في حياتك وقول له don't be a couch potato، don't be a couch potato. في موضوع مهم جدا كنت عايز اتكلم معاكم فيه النهاردة. انا لما بتكلم عن مشكلة معينة او بناقش مشكلة معينة، انا ما بحطش ايدي على السلبيات بتاعة المشكلة، ما احنا عارفين ان المشكلة موجودة. الفكرة كلها هو ازاي نولف المشكلة دي ونطلع منها بحاجة تفيدنا في حياتنا بعد كده. فلما بتكلم عن مشكلة زي مشكلة العنف، بتكلم عن مشكلة العلاقات اللي بتبوظ، بتكلم عن مشكلة من الحاجات اللي بتحصل عندنا هنا دلوقتي اليومين دول، الحوادث والحاجات اللي بتحصل نتيجة ان الناس بتخرج في وقت غير الوقت المسموح للخروج بيه او بتخرج في وقت الحظر، انا مش بتكلم عن السلبيات، انا مش بقول الناس دي وحشة، انا بقول احنا لازم نتعلم ازاي نحسن حياتنا بناء على المشاكل اللي بتواجهنا دلوقتي. يعني لما نشوف مشكلة حصلت لازم نطلع منها بدرس يفيدنا في الحياة اللي جاية. هو ده هدفي، مش هدفي ان انا انتقد، مش هدفي ان انا احط عيني على المشكلة، لا، ما المشكلة معروفة، المهم هنتعلم منها ايه، هو ده المهم.